عندي خبر سيء وخبر جيد، أي واحد تريد أولا؟ الجيد، أحب الأخبار الجيدة. اسمع جيدا، إذا لم تنفذ ما سأطلبه بدقة عالية فسأطحنك. وما الجيد في هذا؟ والآن دور الخبر السيء. إذا نفذت ما طلبته منك تماما ثم أخطأت في أمر ما وإن لم تقصد فسأطحنك. نسبة طعني تجاوزت 90%.